كده علينا هذا الوباء برك. المبادرة هذه جت بعد انتشار وباء الكورونا في الجزائر، حبسنا العمل الشخصي وبادرنا بعملية تطوعية وهي خياطة الكمامات اللي عندنا شهر وأسبوع. الكمية يعني الناس تبرعت بالمادة الأولية وإحنا تبرعنا بوقتنا وبمجهوداتنا. تم يعني توزيع هذه الكمامات للشرطة، للصحة، لرجال النظافة، الناس عاديين هنا يجوا يقصدونا يجوا يدوا.